تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1 مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. تحت شعار العالم عالمين، تتواصل فعاليات أكبر مهرجان ترفيهي بالشرق الأوسط بمدينة العالمين الجديدة، مدينة تبرز حجم التحديات التي تغلبت عليها الدولة لإحداث طفرة في التنمية العمرانية بالساحل الشمالي الغربي بمشروعات عملاقة تضاهي مثيلاتها في كبرى العواصم العالمية، وذلك خلال 6 سنوات فقط من بدء إنشاء المدينة في العام 2017. فمدينة العالمين الجديدة شاهدة على نقلة نوعية في العمران المصري، ما يجذب أكبر الشركات العالمية لفتح مقار لها بالمدينة لتصبح نقطة التقاء لمختلف الثقافات والاستثمارات والأنشطة السياحية والصناعية والتعليمية والسكنية وغيرها بحوض البحر المتوسط. عندي بحيرتين في مدينة العالمين الجديدة، في بحيرة في المنطقة الشرقية ودي مساحتها 370 فدان، والبحيرة الغربية دي مساحتها 187 فدان. البحيرة الشرقية اللي احنا واقفين عليها دلوقتي بتتكون من 4 بواغيز، دي بتصل من البحر للبحيرة مباشرة، وعندي 8 مناطق شاطئية دي خاصة بالسباحة للمقيمين أو للزائرين لمدينة العالمين الجديد. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر عددا من الرسوم التوضيحية التي تبرز حجم الإنجاز المصري لتشييد مدينة العالمين الجديدة تحت عنوان العالمين الجديدة، من حقل للألغام إلى مدينة للأحلام. مشروع الأبراج الشاطئية بالعالمين الجديدة يأتي كما أشار مركز المعلومات كعلامة مميزة لقدرة الشركات المصرية على تنفيذ أرقى مستويات الاستثمارات السياحية في العالم. بالنسبة لمهرجان مدينة العالمين، أنا عندي البحيرة الشرقية اللي احنا فيها دلوقتي إن شاء الله بإذن الله تستضيف بطولة التجديف الدولية، ودي بطولة من البطولات اللي معايا، والبطولة الثانية بطولة الثلاثي، والجزء الخاص بالسباحة هيقام على مدينة على البحيرة الشرقية بمدينة العالمين الجديدة إن شاء الله بإذن الله. مشروع أبراج الداون تاون هو الآخر أدخل مصر بقوة في عصر ناطحات السحاب بعد تشييد المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أعلى برج بقارة إفريقيا، وهو ما شجع على تكرار التجربة نفسها على شواطئ البحر المتوسط في مدينة العالمين الجديدة، والتي تشهد بناء أحد أعلى الأبراج بحوض البحر الأبيض المتوسط بارتفاع 250 مترا داخل منطقة أبراج الداون تاون بالمدينة. هذا ولم تعد المدينة مجرد مدينة مصيفية فقط يأتيها الزوار بشكل موسمي لعدة أشهر بفصل الصيف، ولكنها أصبحت تضم العديد من الأنشطة التي جعلتها مدينة صالحة للإقامة طوال العام، من بينها أنشطة صناعية كبرى تقوم الدولة حالياً بتنفيذها في مجال البتروكيماويات، وذلك للاستفادة من الثروات المعدنية والنفطية التي تزخر بها المنطقة، بجانب مشروعات أخرى في مجال التعليم العالي بتشييد عدد من الجامعات بما يسمح باستمرار حركة العمل والدراسة داخل العالمين الجديدة طوال العام.